السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي الغالية العزاز، كي داير لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم مزيانة، ربي يحفظكم وتبارك الله عليكم. بغيت ندير واحد شوية ديال الشعرية مدفونة لولادي وان شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم، بغيت نشاركها معاكم. ندوزو ان شاء الله للمقادير قبل ما نبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. درت هنا شوية ديال الدجاج البنات، هو هانتوما درنا هنا واحد الطويمة تاع البنة، ندير واحد شويه ديال الزيت. مخلطه فيها العود والسيور، ندير العطريه هنا، ندير فيها فطور ديال العود، شويه ديال المعلقه، شويه ديال البزار، شويه تاع السكين كبير، حطو واحد شويه ديال الجوزة هانتوما، ندير واحد شويه ديال الزعفران الشعره، ها هو غير شويه معوره مزيان، ندير واحد البصله شحال معاه، البصله قطعناها على هاد الشكل شحال معاه هذا الدجاج، نقولو بلا ما يتشقى شويه ونرجع معاكم. هنا من بعد الشهر هذاك نزيد عليه واحد شويه ديال المعدنوس، نقولو ما يتشقى، نحركو ديك العطريه في الكبسه، نزيد عليه الدجاج ونخلوهم يتشحروا. نديرو هاد الزبيب معاه، نخليوه يطيب معاه باش يجينا حلو، ونسدو عليه هو في المرقوق ونخليوه فاش يطيب. عندنا كوكو هنا البنات، غادي نشدو في المرقوق ونحمرو، نديرو يتحمر باش نطحنوه. انتي غادي تحتاجو ولا شوية اللوز، عندو اللوز كي داب اللوز. هنا بنوريكم واحد الطريقة كتجي سريعة و زوينة و غزالة ديال المدفونة. كنديرو الما هنا في القميلة و كنديرو شوية ديال الزيت، شوية ديال الزيت ديال المائدة، و كنديرو شوية ديال الملحة، شوية الملحة في هاد الما، بعد ما يغلى هاد الما غادي نوريكم ان شاء الله شحال نديرو فيه. هنا كنجيبو واحد الكيلو ديال الصفة، هاد المزيانة لي كتكون رقيقة، شوف كنجيبوها كنجيبو هاد المزيانة البنات، دايرة بحال هكا ديال القمح، كندهنو بشوية ديال الزيت، بسم الله، كندهنو بشوية ديال الزيت، كندهنوها كاملة مزيان تدخل معايا ديك الزيت مزيان بحال هكا، هانتوما حتى حبة متبقى ما مدهونة، كلشي داكشي دخل معاهم ديك الزيت مزيان،
الكوكاوا وحمرناه، وريني مثل الكوكاوا راه حمرناه، شفتو حمراتو ياسمين وحمزة. هنا البنات ملي كيغلى الماء كتهزو هادي وكديروها في هاد الماء، بسم الله وليني، وقفي عليها وقيف 10 دقائق ديريها وتحركي. فهمتي هادي طريقة كتجي واعرة، خير من داك التفوار كتبقي مبيها بلا هاو، بعض المرات تجي كيرطبا، بعض المرات تجي كيشرطبا، بعض المرات كتسقليه، كل مرة كتجي هادي طريقة كتجي هائلة زوينة. هانتوما كديريها في الماء كديتي مقابلها 10 دقائق وانتي كتحركي، وانتي كتجي خطيرة، كتجي رطبة وغزالة. 10 دقائق تقابليها تقابيه، مسحيلة بغيت نديك هذاك ما دام يمسحلك واحد باش نجي واحد اخر. هذا سيري شوي شوي بدك يشرب الماء. راه كاين واحد تما ديال التوبه ياسمين. كتقابليها وتحركي، كتبان لكم بعدا. واه هي خطيرة المدفونة، ما نقولش ليكم. ياسمين داك الكسكاس فين درتيه ليا؟ نديرو الكسكس هنايا، شرط دقيق بلا ما تغلى مزيان، تطيب مزيان، كنشدوها كنكبوها هنا. كنحركوها مزيان كيحيد من هذاك الماء، كلشي كيهبط من هذاك الماء، دوك النشويات ديالها كيهبطو. ها نتوما ديرو لها بحال هكا باش يهبط من هذاك الماء، باش ننزلوها بالزبدة. هادي المدفونة كتجي خطيرة واسهل ما يكون، بحال هكا بحال هكا تضربوها هكا، نهبطو لنا دوك الباقيين اللي بقاو تاع الماء. هانتو دابا غادي نديروها في هاد الكسر، نحيدو واحد الشي نديرو في الكسر. غادي نكبوها هنايا في الصريح ونديرو ليها الزبدة. بسم الله كتجي رائعة يا البنات، ما تحتاجو لا فور ولا زعتر، كنجيكم ما نقولش ليكم كبيرة. هنا كنديرو ليها الزبدة، بسم الله كندهنوها بالزبدة. زبدة تكون زوينة، زبدة تكون مزيانة، تجيكم
مرطبه وزينه مزيانة مزيان يا ياسمين مزيان مزيان انتوما شتو كتجي محلوله وما كتجي غزاله شتو الطريقه كتجي سنه كلهم تاني في السيده طباخه يعطيها الخير هانتوما كتجي الفن ما قال ما طيباش ما قال كتجي غزالة 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 صافي ان شاء الله باش ندوزو باش نسكوها كتجي زوينة نغطوها باش تبقى لينا سخونه بلا ما وجدنا لا سميتو ديالنا سخونه بلا ما تولي هكا بلا ما نوجدو داك الشغل ديالنا باش تبقى لينا سخونه باش تبقى لينا سخونه بلا ما ندير صايبها ونقلب الشغل وين كتجي غزاله وزوينه كتجي ما ملصقه ما والو شفتي راه مفكوكه فنة صافي مسلوقه صافي في الماء الملحه ودغيا تبارك الله طاب دغيا كتوجد هادي ما كتقلبوا على هادي طريقه السر ديال نديرو الاخرى من الفوق هنا بعد شويه ديال الدجاج راح نحل حيد العظيمه بسم الله كيجي رائع نديرو المريقة المريقة ديالنا راه ديال القرفة راه ما شاركتهاش معاكم سمحوا لي بسم الله هانتوما حتى دابا كنقدوها
فين شدو داك الكاوكاو اللي طحنا كنزيدو من الجناب بحال هكا زين كلاسيك كنخليو غير هنا باش اللي بغاه كيهزو وكندوه مع هذا القرفه اصلا طيبناها مع الدجاج كنديرو غير شويه بحال هكا من الفوق ديال القرفه ايوا الصلاه على النبي والسميده ديالنا ها هو راه مصايب على حقه وطريقه الله يعطيكم الصحه وتبارك الله عليكم.